حوادث المرور وإزهاء الأرواح. الأرواح في تحت شعار رمضان بدون حوادث نظمت مصالح أمن ولاية طبازة حملة تحسيسية توعوية في هذا الإطار في مجال السلامة المرورية، قدمت من خلالها نصائح وإرشادات مرورية خاصة بالسياقة في الشهر الفضيل وتجنب عوامل التعب الإرهاق وكذلك الإفراط في السرعة قبل موعد الإفطار. هذه الحملة ستدوم إلى غاية عيد الفطر المبارك.